هانتوما اخوتي، انا غادي نشرمل الدجاج. راه درت ليه، درت البصله، درت الثومه، درت الكمون، درت البزار، درت السكنجبير، الخرقوم، الخرقوم عرق، درت السمن، درت لا موتارد، درت التحميره، درت شويه ديال القزبر، درت اللي قامه كلها زويته بلديه. الملحه اللي ما درتهاش لان الدجاج فيه الملحه، وخفت دابا انا غادي هنا شي غنشرمل كل شيء وغنحط. هانتوما شرميله، غنشرمل كل شيء هنا يشد لي قامه. هنا نشوفو معاكم دجيجات، طلع دجيجات شي وحده. كل شيء تشي تشرمل يا خوت شرموله. حيت الدجاج الا خدا شرموله مزيان. شوف المشي يلا. نوضي العوامه، نوضي العوامه، نوضي. شوف اخوتي، انا غادي نشوي نشوي الدجاج هانتوما. او يسرى وبنت اختي كينقيو ليا في لاكور. لا لا غادي نشويه من بعد. هنا انا غادي نسدو عليه، تسد عليه مصطفى، سد. السلام عليكم خوتي خواتاتي، حيد المش، حيد. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحاب؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم من الصباح حتى نجري جري جري صيفط هادشي. يلاه دابا غنصيف سلاطه معاكم، غسلت كلشي حطيتو، حطيت الخوص وداكشي، غنصيف سلايده هكا. حط لي وليدي هذا ليا، حطهم ليا هي. صافي نقطع الخوص، نقطع سلايده، وراه الدجاج كيشوي فيه مصطفى. هادشي اللي نقطع الخوص. بغيت نشارك معكم الروينه اللي كاينه ليه شويه بشويه، نشارك معكم هذا الشيء اللي غادي نسميتو غدانا وخرجتنا. طبقات لك طبقات لك الجريحه مزيان، داروا لك زائد. ويلي مال هادو كيعوتو، قول لهم ما تعوتوش. اش ليضه ما بغيتش، ما فيا ما نبان، ما سالينا تفطرنا معطلين. فيا ما ندير نو، قولوا لي بجني بريندري هذا الشوايه مصطفى، قول لي بوي كادا نو. ايمن غنسخرك لداخل الشيف اللي كاين داك البيت فين كاين فيه دوك الجاجات، غدخل وغدورك وغتلقى واحد الشبكه مع الماعن، داك البيت اللي مضرك. سيرو بيت شبكة شواية. برافو، اردا حط لي وليدي هنا، غيدير فيها ديك، حط لي هنا، غيدير فيها عمك كبدة، حط لي هنا. يا تركي دابا انتو ها؟ هذا سو مقطعيش ليضة. وليدي احنا نوجدو على الطابله، صافي نوجدو على الطابله، غير خصونا الكراسه. الكراسه عيط لناسيم وغطو جيبهم لينا من الطوموبيل. عيط لناسيم، عيط. واقيلا غتجيبو لنا حتى الطابله. ارا ماما جيب لينا الطابله. يا الله، ايمن
لبسي لبسي شي حاجه. شنو ناسي؟ البصله. البصله ما تعجبنيش، خصها تشحها. يلا يلا مريت هذا. شكرا. سليمة يلا اجي، يلا اجي وتغداو، زيدو كلي هز. شكون اللي جبتها؟ اجي امي ايمن هز طبسيلك وزيد هز. كل جتي ناسي نقولي ما نجيبوش شي زلافه. زلافه؟ لا كيفاش يا ماما؟ ديال الشنطه؟ ماما شوفوا ما كاينش شي راسي كيدار لي كل شي. ماما الله سبحان ماما بعدا تاكلوا ماشي كتاكلوا ماما كميتك عملنا ماما يلا يلا ناسي ماما شوف هنا انا ناكل هنا واحد يجي هنا صوره ديال الصباغه بحال شنو تنقش ياه يسرى بصحه يسرى التصوير اللي فيها هاد الحمره ديال الصباغه بحالك تكملوا لنا هي اللي كتنقش كنقشوا ليها ما تطلع شويه ما كيبانش صافي ماما دي كواسيفه لكن كاينه اليد البنت بصحتك النقش ديال ديالنا كامل تتحرك ها هي ديال يسرى طري ديال نوره عندك تقيسيني بنيتي حلا انت شتي شوفي هادي بنت اختي نوره ديروا يديكم ها باش نزيدو ناتي نوره جاتكم زوينه تبارك الله وصل عندي عينتها عينت بنت اختي يلا باغا نصورها حتى ساعه خسراتها بصحتك اختي جات زوينه جات زوينه دوري يدك ها بصحتكم احنا جينا لواحد الخيوه جينا في اقامه الصباح زوينه المهم خرج جلسناها على برا لقيناها يا كيسرى هذا شيء ما نحطها في الفريزر يجيك الكريب زوين وذوق قيني اختي الكريب واعر خديتي انت بنوتيلا نوتيلا يسرى ما كل كيديروا هذيك ماشي نوتيلا نوتيلا فري نوتيلا بنت اختي خديت الحريره شباكيه وانا خديت ثاني الحريره مشهياها زوين مصطفى شنو خديتي انت ها بيتزا مصطفى خدا البيتزا قربت لي باش ن البيتزا كي دايره خديتيها بيتزا ماغريتا حريره مصطفى خدا البيتزا ياك مصطفى بيتزا شمن بيتزا خديتي ماغريتا طالينيه ولا مغربيه اه هي ديال شوفوا الكورنيش دايره بعد كي دايره غزال إقامة الصباح هنا في كتكون بنت عمتي انت يا سمية انا كنسلم عليك انا كنعس في دارك ولكن ما غاديش نعس بها مزيان وانا كنسلم عليك سمية اختي الله يشافيك اختي الله يشافيك دابا ندورو شويه في لاكورنيش ديال رباط من اليوتيوبرز يوتيوبرز وراجلة مراتي يقول يوتيوبرز اي سو ماري اه راجلها زعما
من تراوس والناس مسكن كتجي هنا كتت ما نقولش لكم الا واعر 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 داكشي رائع. خوتي سولتوني على البلاصه هذا زوينه الا زوينه بالنسبه انا جيت انا 20 عام هادشي ما كانش والو والو كله البراكه كله كانوا البرارك هنايا بلاصه العمارات ولكن اقامه الصباح كانت مصطفى غير البرارك اللي كانوا لهيها ياك ما كانش هذا الشيء. بالنسبه خوتي قلتوا لي على يسرى ما تخافيش عليها وعلى الموتور وهذا يسرى كانت شهوتها في الموتور وداك الولد ما دارش ما جراش بها بزاف غادي 90 ماشي زعما داك الجري وداك هذا دور عليه واحد شويه ويجيبها صافي. من تما قلت لها اول مره واخر مره قالت لي ماما شري لي موطور قلت لها لا بنت لا الموطور صعيب اللي تبغات اللي بغات تقتل ولدها تشري ليه موطور وتفك منه والله يعاون. وسولتوني حتى على واحد العكيكر خوتي اللي قلت لكم الثمن ديك ديال العكر غتخلعو داك الثمن ديالو غالي 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 بزاف بزاف عندك تنضحك معاكم شراتو بنتي من عند مول 5 دراهم من عند مول 5 دراهم ومن اللي ما لقيتش العكر ديالي انا خليته في الطوموبيل وانا ندير هذاك وداك العكر تيدير داك النقيطات نقيطات دايري نقيطات وخصك دغيا دوزي دغيا كيشد في الفم حمر عاد ملي طلعت الطوموبيل عاد درت عليه واحد بريه وزوين عجبني والله حتى عجبني. واش بغيت نقول لكم خوتي كنشكر الناس اللي قالوا لي احنا ولينا مدمنين عليك وحنا ولينا كنحمقوا عليك انا كنحمق عليكم وشكرا بزاف بارك الله فيك. بزاف الناس قال لي رشيده ولينا مدمنين عليك وكنشكركم بزاف خوتي ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم انا ومصطفى وهادشي اللي كاين خوتي. وشكرا بالناس الجداد شكرا للناس الجداد والقدام واللي كاين ولا اللي ما كاينش مرحبا مرحبا بارك الله فيكم. شغل جو كي داير يسرى واعر واعر مشينا نمشيو نبقاو شويه نهار ما غاداش الصباح المدرسه حنا قدامين يلا نمشيو امين درتو بحال دوك اللي واقفين عليها عيتو اه مزيان مزيان ماما عيت يا ماما يلا نمشيو يلا خوتي غنسد معكم الفيديو اللي مشيت نقشت فيه الدراري وخرجنا للبحر وديفرتينا وفوجنا مع روسنا وكنشكركم كاملين وبالخصوص كنشكر الوليدات الصغير من الصغير حتى الكبير واكثريه الوليدات الصغار كنشكركم كاملين وليداتي والله يرضي عليكم والله ينجحكم. انا ملي كيتفرجوا فيا الوليدات الصغار راه انا عرفتي شنو اقسم بالله الا كنحمق على الدراري الصغار وملي كيتفرجوا فيا وليداتي كنشكركم بزاف بزاف وليداتي واكثريه الوليدات كاينوا دوك يقولوا ماما تفرجي في طاطا رشيده كنشكركم كاملين وليداتي كاملين من الصغر حتى الكبير من الصغر حتى الكبير كنشكركم كاملين الامهات والابات وكلكم خواتاتي وخوتي كاملين كاملين بالخصوص انا نشكر دابا الوليدات الصغيورين اللي كيشكروني وتيقول لك خالتي طاطا رشيده طاطا رشيده بزاف الامهات كيقول لك راه وليداتنا كيتفرجوا فيكم ولدي عنده 3 سنين ولدي عنده عامين ولدي عنده 4 سنين ولدي بزاف الناس كيكتبوا لي اللي عندهم الوليدات الصغار كيتفرجوا فيا كنشكركم كاملين خوتي. وانا غنعطي غادي نسد الفيديو غنقول واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي قالوا لي على الفرماج راه مشيتي كتاخذي الفرماج فابور خوتي اقسم بالله يا عمرني ما مديت يديا وحق لا اله الا الله محمد رسول الله عمرني ما مديت يديا وعمرني ما عيطت لشي حد وقلت لي ندير لك اشهار وعمرني ما عيطت لشي حد وقلت لي ندير معك اشهار قسمت فمي بالله يا عمرني وما غنحلفش بوليداتي لينا ما نحتاجش نحلف بهم لينا
ما عمرني عيطت لشي شركه وقلت لها نجي ندير لك اشهار ولا شي واحد عنده شي حاجه. انا هاد السيده ديجا كتهرش هي متتبعه كتهرش هي وفيه كتحمق عليا لا هي لا وليداتها. فين ما كتكتب ليا كتقول لي راه نادير بحال ولدي، راه نادير ولدك راه بحال ولدي، ملي كيجيب لي تحاز ليا وتيقرب ليا راه كيجيني عي ولدي. وهاد السيده ملي درت انا راه غنجلس حتى ديك الدار اللي بيضاء فحدا البحر جات عندي وقالت لي يا اختي رشيده كي دايره لاباس، وراه مشيت وكنقلب عليك وكنسول عليك وكنبغيك تنحمق عليك لا انا لا وليداتي حتى انا كنحمق عليكم كاملين. والسيده شنو قالت لي، بقينا كنهضروا قالت لي راه عندي شركه ديال الفرماج، دوزي تاخدي الفرماج. قالت لي محبه هكا قالتها ليا، عطاتني وزيدون عطاتني الفرماج بزاف. وانا خوتي اشنا انا الفرماج كناخذو، حتى ناخذ مصطفى الفرماج غالي كناخذو ليه، واللبن كاع انايا باش غنمشي نطلب ديك السيده تعطيني اللبن شحال كاع عندي انا 3-4 ريال وفيتيني ليها خوتي. شنو هي 400، شنو هي 500، شنو هي 1000، شنو هي 2000؟ ما عمر الانسان يقول رشيده وليتي كديعي تاخذي داكشي الشياطه ولا داكشي بسابي تاخذي داكشي اللي بغاو يعطيوك. انا السيده عرضت عليا وعطاتني وقالت لي في سبيل الله كنبغيك اختي، قالت لي كنبغيك داكشي علاش، وماشي بطمع ماشي بتصوير. والسيده عندها لابوراتوار لتحت وقالت لي رشيده بلا ما تصوري اختي، معليش بلا ما تصوري. قلت لها انا نصور هادشي عجبني داكشي نقيقي وزوين راه نصور، اقسم بالله العلي العظيم وما تنكذب وما تنخاف من حتى واحد وما تنخاف عيم الله اللي خلقني. السيده قالت لي لا ما تصوريش، قلت لها والله حتى غنصور مادام السيده طلبت مني ما تصوريش. انا قلت لها والله حتى غنتصور وعجبني المنظر داكشي نقيقي وزوين، علاش اخوتي ما نوريش ليكم؟ علاش ما تستافدوش انتم تشوفوا الحليب فين كيتصايب؟ الحليب كيتصايب في النقار، الحليب كيتصايب. انا كون خلاتني نهبط للابوراتوار وغادي نرجع للابوراتوار وغنرجع للابوراتوار وغنصور لكم انا ووليداتي. علاش؟ باش تشوفوا لابوراتوار فين كيتصايب الحليب وفين كيتصايب العصير وفين كيتصايب، ومزيانه ليكم اخوتي نتوما. علاش؟ باش نتوما كتاخذوا حاجه نقيه. راكم كان كل واحد كيدير هكا نمشي نصور عند جزار اش كيدير ولا مول المحلبه اش كيدير، راه زوين. انا ملي دخلت انا قلت لاختي ها البوجر ديالكم على نقاكم وعلى هذا، ريحه الحليب ما كايناش، حيت انا الحليب اخمز حاجه هو الحليب، الحليب دغيا كيخنز دغيا الا ما وداكشي نقي خوتي. وما تسبقوش الاحداث، والسيده ما طلبتش مني راه ما دايره. انا والله كو كانت مخلصاني وعقلت فاش درت مع بريتي هوم، هذيك درت معاها كولابوراسيون، انا خدمت مع ديك السيده عطاتني صيبت ليها. انا ما تنكذبش وما تنخافش، ولا بغاو يسدوا هاد القناه تسد، ما تنخاف ما تنكذب. قال لي ما تخاف ما تدهز السوق اللي قدامك واللي وراك هي ديالتي انا، صايقة اللي قدامي وغادا خوتي، راه ما تنخافش وعندي هانيه وبخير. انا اللي عطاني ندير ليه الاشهار وعطاني الفلوس نقول ديري ليه الاشهار بالفلوس بالفرح، شكون اللي ما تيبغيش الفلوس؟ عطاوني بحال هاد السيده ما طلبتش مني، كون طلبت مني ما غادي نرجع اللور، ما غاديش نصور لها. السيده ما طلبتش مني، السيده كتحمق عليا ديما كتتبعاني. وعلاش خوتي ما نوري لكم النقا ونوريكم منين تاخذوا الحليب ونوريكم منين تاخذوا الفرماج؟ اكثريه الناس قال لك اختي داكشي راه عندها نقيقي، واكثريه الناس هادو عيشي واحد ثلاثه دوك القوقات هما اللي دايرين هكا. علاش اخوتي سيروا عندها راه بنت الخير حتى هي، سيروا عندها وخذوا قولوا جينا عند رشيده وتشوف اش غدير معاكم، حيت هذيك السيده بنت الخير راه قلت لكم سيروا عندها وتشوفوا كي غتعامل معاكم وتشوفوا كي غتهضر معاكم. وانا غنرجع ان شاء الله وغادي نصور عندها في لابوراتوار، ولابوراتوار راه مشات عندها حتى واحد الاذاعه وانا شفتها وصيفطت لي الفيديو ديالهم، وغندي ولادي كاملين تتسالي عندها شي حوايج كتصايبهم، وغادي نمشي عند اللابوراتوار انا ووليداتي ووليداتها وغنصور لكم تما وغندير لكم فيديو تما باش تشوفوا النقا، باش تشوفوا الناس كي عايشه الناس كي كتخدم. راه شوفوا راه ولاو يكون غير يعيطوا لي هذا الشيء صحاب سميتو ديال النظافه وهذا، والله حتى كنحمق انا على نصور شي النظافه باش العيب كيبان باش واحد كيشوف هذاك السيد راه نقي نمشي عنده. علاش ما نتقداش من عنده؟ من حق من نتقدم من عنده؟ انا بعدا نقسم بالله نكون دايزه غندوز ناخذ اللبن كل مره فين من ندوز اللبن، انا حمقني
اللبن حمقني، الفرامج كلاهم راجلي، انا ما تناكلش الفرماج كاع، كلا راجلي كاع الفرامج كلاهم من راسو، راريكوطا ولا البانا وداكشي كلاهم من راسو، يا قلت بقى 3 ايام والله حتى باقي عندي، كلشي باقي عندي، وكلاو ولادي طبيعي داكشي، ماشي واحد السيده قالت لك ما تقوليش داكشي طبيعي، ديت تشكري في داكشي طبيعي، واش انا كليت اختي؟ انا شربت اللبن ما دار لي والو، مول فك كنشري اللبن عامر بالطحين، كنشري مخربق بالطحين، ملي كنشربو كينفخني، قليل فين تلقى عند شي واحد عنده اللبن اللي تيقه، سمعتي اخوتي؟ المهم انا غنسد الفيديو وبلا ما نحرق اعصابي، لان اللبن شربته، دانون كليته، فرمج كلاه راجلي، داكشي واعر زوين. واش نقول لكم السيده دايره محالها، السيده راه قديمه من 94، خايلو صحاباتي من 94 السيده خدامه كتسنى رشيده تجي 94، انا كنت كنجري حداها، راه كنت مجوجه حداها وما عارفاش اللابوراتوار ديالها 94، انا مجوجه في هذا في بحالك في 90 وقيله، كنت كنجري حداها انا وما عارفاش اللابوراتوار ديالها اخوتي، تناني انا السيده من 94 وكان الوالد ديالها الله يرحمه وعائلته وهادي كتسنى رشيده دير اليوتيوب تجي تشهره، السيده مشهوره، ملي كتبت ملي عذرتها عيطت لي واحد البنت في الواتساب قالت لي خالتي انا راه كنمشي عندها، انا ديك السيده عيط الطوموبيل اللي ما بقاتش عندي ما بقاش كنهبط عندها ناخذ اللبن، والله يسهل على كل واحد ودعوا مع كل واحد باش ربي يعطيكم الخير وربي ينزل لكم الخير، ما تبقاوش شابعين عباد الله، راه قلتها في واحد الفيديو انا ما بقاش تقولوا تابعوا عباد الله وهادو، خلي الليل شوفوا راه ربي اللي كيعطي، ربي اللي كيرزق، ربي اللي كيحيد، ربي اللي كيدير كل شيء، راه ما كيديرش العبد، لا انا كنعطيك ولا انت كتعطيني خويا ولا اختي، الله يعطيكم الستر، اللي لقى شي حد وشاف شي حد زادت عليه شي حاجه يدعى معاه راه ربي غيسهل لك، راه ربي غيزيدك خير في خير في خير في خير. المهم لا ما نكثر عليكم قوه التبلبيل، السلام عليكم ومع مسلسل رشيده، وكنشكركم كاملين، وانا كيعجبوني هاد المواضيع، وراه تيجيني شي موضوع راه ما نسكتش، وراه انا من داك النوع اللي ما يسكتش، انا راه كنت تاخبوا عليا اقسم بالله، تتمارن حسن ليها يا تتمارن حسن ليها، كون تاخبوا عليا، ولكن خساره القرايه خيناني ما غينتاخبوا عليا، ما عرفتش القرا خصني يديروني مع دوك سميتهم يديروني قايده رشيده القايده، انتخبوا عليا فديك الساعه تشوفوا اختكم ولكن معليش معليش، كنشكركم كاملين والله يهديكم والله يهديكم والله يهديكم والله يهدينا حتى حنا والله يهدينا على نفوسنا خوتي، واللي مسهل عليه الله الله يعاونو، والسلام عليكم اخوتي، ما كرهتش نبقى عين هضره هكا باش كنسفوقي، انا كنخرج كنبقى شاده في قلبي وتنقول شو تنتأزم وتنمرض، ما نمرضش اخوتي، نفوج اخوتي، نضحك مع راسي، نتفطح مع راسي، ما نبقاش متابعه عباد الله ما عندهاش، وهادي ربي اللي عطاك راه طلبت انت الله يعطاك، والله يسهل على كل واحد، وبسلام عليكم خوتي، باي باي.